الأردن بلد فقير مائياً، نصيب الفرد الأردني حالياً هو أقل من 130 متر مكعب في العام، وإذا كان نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب في العام فإن هذه الدولة تعتبر فقيرة مائياً، فما بالك بدولة نصيب الفرد بها فقط 13% من خط الفقر. Jordan is one of the most water scarce countries in the world. And so protecting the environment and ensuring every drop of water is used to its greatest impact on the population is critical. أدى اللجوء السوري إلى إرهاق كاهل قطاع المياه الأردني. زاد الطلب على المياه بمعدل 40%، ولم يكن هنالك تزويد مقابل لهذا الطلب، وبالتالي أصبح هنالك المزيد من المعاناة. للعلم فقط أن اللاجئ السوري يكلف الدولة الأردنية 600 دولار في العام الواحد، هنالك ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري بالأردن، هذا يعني أن كلفة اللجوء السوري في العام على الأردن يقارب 360 مليون دولار. UNICEF works with partners under the leadership of the government to cut across to, education, health, water and sanitation, nutrition, etc. Water and sanitation is one of our key interventions, recognizing it as a life-saving high priority. Since the onset of the crisis, we've been providing water and sanitation services to ensure all children receive adequate water and sanitation. بناء على اتفاق ما بين منظمة اليونيسف وهيئة اللجوء UNHCR، تم الاتفاق أن يتم تزويد اللاجئ السوري بما لا يقل عن 40 لتر باليوم لأغراض الشرب من خلال حفر 3 آبار لمخيم الزعتري وآبار لمخيم الأزرق، علما بأن حفر الآبار بالأردن ممنوع على الأردني. Currently in Zaatari refugee camp we have over 80,000 people. UNICEF on a daily basis provides 3.6 million liters of water. We dislodge approximately 1.8 million liters of wastewater. And that ensures every refugee receives in excess of 35 liters per day. احنا في عندنا هون تنكات مي بتجيب لنا نقلات مي للخزانات. بالاول كنا ننقل نقل مي بايدينا، هسه مددين لنا بريش بيوصل لهون المي، بتنقطع المي قبل ما نخلص حاجتنا من المي، نضطر نطلع على خزانات ثانيه لحتى نكفي حاجتنا، ما بنشرب منها اول يوم بنعبي منها، بنخليها لثاني يوم لحتى تركد الترسبات تنزل لتحت، يوم تنقطع المي مثلا نضطر انه نأجل الغسيل لثاني يوم ونأجل الحمام لثاني يوم لحتى تيجي المي. وضع الحمامات العامة سيء جدا، أكثر من 4 شهور نستخدم الخلاء كبديل عن الحمام، يعني أحيانا الحريم تستنى للدنيا تعتم لتطلع تأخذ البريق المي وتطلع لورا الساتر لتستعمل الحمام. بعدين دخلنا بمرحلة أنشأوا الحمامات، الحمامات كانت حالتها مزرية، فأغلب الناس نقلت وعملت حفر جنب منازلها. بعد ما يمر على الحفرة فترة مدتها 3 شهور بيجي صهريج نضح بيسحب الحفر اللي هي حفر الفضلات من كل عائلة. مخيم الزعتري ينتج باليوم 2500 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، تحتاج في اليوم الواحد ما يزيد على 2500 دولار للتعامل معها ومعالجتها، مما دعا الحكومة إلى إجراء عاجل من خلال عمل محطات تنقية متنقلة في منطقة الزعتري كلفتها تفوق 6 ملايين دولار أمريكي. تم تأمين هذا التمويل من منظمة اليونيسف من خلال الممولين العالميين. That will significantly reduce the recurring costs of managing wastewater in the camp, but also more effectively protect the environment. لنا مشروع مشابه في مخيم الأزرق، وأيضا نقوم حاليا بعمل شبكة مياه وشبكة صرف صحي داخل المخيم حتى نقوم بنقل كافة مياه الصرف الصحي إلى محطة التنقية بحيث لا يكون هنالك تأثير على المياه الجوفية. أحد أهم مصادرنا المائية الجوفية يقع تحت مخيم الزعتري. This will result in significant reduction in sort of monthly costs, but also be more effective in protecting the environment and distributing the water to people most in need. كانت حصة المواطن الأردني قبل موجة اللجوء السوري حوالي 110 لترات في اليوم للفرد الواحد، انخفضت إلى حوالي 84 لتر تتصل بحدود 50 لتر باليوم للفرد في منطقة البادية.
بعد وجود اللاجئين السوريين زادت كميات كبيرة، بطلت الناس تلحق مياه نهائيا، صارت الناس الأغلب تعتمد على ماتورات المياه أو تنكات المياه. الشبكة تالفة وتحتاج لصيانة، وإحنا ما عندنا إمكانيات في الوقت الحالي إنه نصين هيك شبكات. إحنا أهل المفرق والله نعاني من المي باستمرار، يعني ضعيفة أو قاطعة، كون إن عندنا ضغط سوريين وضغط سكان وضغط نفايات كثيرة كثيرة، شوارع ضيقة وإنارة ما فيه وبطالة وكل شيء فيه صار. المي بالصيف ما تجي بنوب، يعني بس صدفة تجي للشرب، بس للغسيل ما نستعملها زيادة لأنه ما في مي زيادة. We're recognizing that the majority of refugees live in host communities. UNICEF is also concentrating on providing water and sanitation services to reach all vulnerable populations. That's overall is our key contribution to the Jordan Response Plan. تم إعداد خطة الاستجابة للجوء السوري حوالي 750 مليون دولار على فترة 3 سنوات من 2015 لل 2017، بتغطي احتياجات اللي موجودة داخل مخيمات اللاجئين السوريين، زائد احتياجات المجتمعات المستضيفة لإعادة تأهيل شبكات المياه، إعادة تأهيل مجموعة كبيرة من الآبار اللي موجودة، توسعة محطات التنقية، زائد إنشاء شبكات صرف صحي في المناطق الغير مخدومة لحماية الآبار الجوفية وحماية المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. 750 مليون دولار تم تأمين منها 8%، ما يعادل 25 مليون دولار. الأردن إذ لم يحصل على الأموال المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإضافية، إما كانت لأغراض الشرب أو لأغراض شبكات المياه أو لأغراض الصرف الصحي، فأنه سيكون هنالك تأثير سلبي على صحة اللاجئ وعلى أمنه وعلى بيئته وعلى إقامته، وسيكون أيضا هنالك مشاكل ما بين المجتمعات المستضيفة للاجئين وما بين اللاجئ السوري الأعزل الذي لا حول له ولا قوة، وارتأى أن يأتي إلى الأردن حتى يجد الأمن والسلام والاستقرار. I'd like to acknowledge the European Union, the United States of America, Germany, Japan, Kuwait and the United Kingdom. I do appeal to other donors for continued support, particularly in this year. It will be a challenging year as we maintain services and also move to more sustainable solutions.